وعودة للاستوديو مرة أخرى. وفي نوفمبر وتحديدا سنة 2003 ظهرت ما يسمى بإرهاصات موقع أو الفيسبوك عن طريق أحد طلاب جامعة هارفارد ويدعى مارك زوكربيرج، ومعاه اثنين من زمايله بدأوا إرهاصات موضوع مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن طريق أن هم يبقوا في جامعة هارفارد بس، وبعدين توسع لتشمل جميع الجامعات في بوسطن وبعدين طلبة الثانوية العامة وهكذا، إلى أن وصل الموقع دلوقتي بيدخلوا حوالي 750 مليون مواطن على مستوى العالم. في الشعوب العربية أو هنقول في الوطن العربي في 32 مليون مواطن عربي بيشتركوا في هذه المواقع، لقوا فيها الملاذ والمتنفس إن هم يعبروا عن آرائهم بسهولة وبعيد عن الأمن ومكان هنقول اللي كان مرابط على صدور الشباب العربي اللي هم ما كانوش قادرين يقولوا ويتجمعوا ويفكروا زي ما هم عاوزين. موقع الفيسبوك قدر ان هو يجتذب كل هذه الاصوات، ولكن في هناك اسئله بتطرح. يعني مثلا الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك شجع ثورات زي ثورات تونس ومصر، ولكن لما لاقي في الانتفاضه الفلسطينيه مسح الصفحات بتاعتها او ازال الصفحات بتاعتها اللي كان بيشترك فيها كتير من المواطنين العرب اللي عايزين يعبروا عن ارائهم. الحقيقه النهارده معانا الباشمهندس حسام الجمل رئيس شبكه البرمجيات والاتصال بجمعيه الاتصال. صباح الخير يا استاذ حسام. وخليني الاول اسال حضرتك عن الدور السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، تعلق عليه ازاي؟ هو الجميل انه زي ما اتفضلت كده الموقع ده فيه 30 مليون عربي. من 30 مليون دول 11 مليون مصري. وده عدد مش قليل. بس الحقيقه ال 11 مليون مصري دول 51% منهم في سن من 16 ل 24 سنه. وده معناه؟ وده معناه انه الشباب كانوا محتاجين منفذ لهم يعبروا فيه عن نفسهم. ويتحركوا فيه. ده شيء كويس. لكن في نفس الوقت بيبين برضو قد ايه ان الشباب ده قلة خبرته ممكن تبقى بتتحرك معاه، ومن ثم فتعبيرهم في الجانب السياسي هيبقى متحمس، في كتير من الاهتمام، في قدره على التعبير عاليه، لكن في نقص خبره كبير برضو معاه. يعني ازاي؟ يعني ما هو السن عندك الفئه العمريه، يعني مثلا لو خدنا الفئه العمريه اللي هي 16 17 سنه، في 11% من مستخدمي الفيسبوك في مصر في الفئة العمرية ديت، يعني معناته بنتكلم على 1,300,000 و 1,400,000 مستخدم عندهم 16 17 سنة بس. 16 17 سنة يعني معناته ان هو في ثانوية عامة، يعني في ثانوي. ف 16 17 سنة حجم خبرته السياسية لا زالت محدودة. هو متطلع عاوز يشارك وده شيء جميل جدا، لكن قدام كده حجم المعرفة والخبرة اللي موجود قليل، وهو دي الحتة اللي فيها التوازن اللي بيبقى ناقص ومحتاج انه يتم تنميته. يعني طيب حضرتك شايف ان مواقع التواصل سواء فيسبوك او تويتر او ما الى ذلك قد ايه ساهمت بدور او هنقول في اتجاه سياسي توجيه الشباب ده ناحية اتجاهات سياسية معينة؟ يعني انا قلت انها شجعت الثورات في بعض دول ومنعت ممكن نقول كل ما يهاجم اسرائيل او الاحتلال في دول ثانيه زي فلسطين. يعني تمام، هو في بعدين، في بعد من استخدام الناس نفسه وفي بعد من استخدام مؤسسي الموقع او اصحاب الموقع، لانه في الاخر هم اللي لهم الحق الاخير والاصيل في ان هم يشيلوا او يحطوا لاسباب خاصه بيهم هم. البعد الاولاني اللي هو احنا، اللي هو الناس، الشعب نفسه في استخدامهم، سهولة موقع الفيسبوك ده زي ما يكون نادي كبير قوي. النادي دوت ببلاش ونقدر نتشارك فيه مع بعض ونكلم بعض بسهولة، مفيش حدود للمكان ولا للزمان. المعلومة الخبرية ممكن ننقلها إن كانت مقروءة مسموعة مرئية في ثواني، توصل لكل حتة احنا عاوزين نوصلها. فقوة التواصل عالية جدا. طيب قوة التواصل عالية جدا دي، هل ده يمنع ان المعلومة ممكن تبقى فعلا مدققة؟ لا، بس ممكن جدا تبقى خارجة عن سياقها. يعني لو واحد اخذ بس جزء من الآية لا تقربوا الصلاة ونشرها، اللي ملوش في المعلومة ما يعرفهاش ممكن يتخيل ان هي كده. طيب اكتر من كده، لو المعلومة دي مدسوسة، لو واحد في منافسة قال إشاعة على الطرف الثاني والإشاعة اللي قالها على الطرف الثاني دي مش حقيقية، في خلال ثواني الإشاعة دي بتنتشر
على الاقل في المجال بتاع البلد، في مجال الناس المستخدمه. بنتكلم على 11 مليون مستخدم وراهم بالعلاقات الشخصيه، يمكن في كمان قدهم مرتين، يبقى 30 مليون مصري ممكن في لحظه ينتشر فيهم اشاعه قد لا تكون حقيقيه خالص. فطبعا في خطوره في ده، في استخدامنا احنا نفسه. ده جانب. طيب الجانب الثاني بتاع ان في صفحات بتتشال او بتتغير، تمام، الناس مش عارفاه انه في الفيسبوك حتى انا لو حطيت معلومه وشلتها انا بنفسي، المعلومه دي بتفضل موجوده. لانها انتشرت صح؟ لا، لانه الموقع في شروطه في التعامل مع المستخدم بيحتفظ باي معلومه ويستخدمها بالطريقه اللي هو شايفها مناسبه. تمام. ودي نقطه بترجع بقى لقرار اصحاب الموقع، هم هيعملوا ايه بقى بالمعلومه؟ ممكن يمسحوها خالص لانه ده قرارهم، هم شايفين ده مبالغ فيه، وممكن ان هم يخلوها حتى لو انت شلتها. تمام. طيب احنا معانا على الهاتف المستشار عبد الفتاح مراد، رئيس محكمه استئناف اسكندريه. صباح الخير يا سياده المستشار. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايزه اعرف يعني مثلا لو قلت تصريح خادش او قلت او طلعت كاريكاتير مسيء لاحد الاطراف، هل ده هتعاقب عليه وهل هيبقى تحت بند القانون المصري، ولا بتتعاملوا ازاي في حالات زي دي او مش موجوده اساسا؟ في الحقيقه توقيع مصر على اتفاقيه منظمه التجاره العالميه World Trade Organization وفي عصر العولمه ادى الى ان الكون كله قريه صغيره، فهذا ادى الى عدم السيطره الفعليه على المعلومات على شبكه الانترنت، وقد اهتممت بهذا الموضوع منذ ما يزيد على 10 سنوات واعددت بعض الابحاث في هذا الموضوع مثل الاصول العلميه والقانونيه للمدونات على شبكه الانترنت، كيف تستخدم الانترنت في البحث العلمي وحالات الخروج غير القانوني على بالالفاظ والسب والقذف، ففي هذه الحاله يشكل جريمه جنائيه توجد مشكله عمليه. ما هي المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات؟ المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات إذا شاهدت موقع إباحي أو سب وقذف أو تطاول وأنا في مصر، فأستطيع أن أبلغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية فيقومون. وبتعرفوا توصلوا لصاحب الفعل ده يا سيادة المستشار؟ تم الوصول إلى صاحب هذا الفعل، وقد تم الاعتداء على أحد مؤلفاتي على شبكة الإنترنت، وابلغت احدى وابلغت وزاره الداخليه، وتم ضبط المحتوى العلمي و ادين المتهم وحصلت على حقوق القانونيه بكل حاجه. طيب انا بشكر حضرتك المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمه استئناف اسكندريه. الصوت كان رديء في الاخر. طيب استاذ حسام، دلوقتي احنا داخلين على جوله الاعاده في انتخابات الرئاسة وشايفين قد ايه الحشد في حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حضرتك شايف ايه اللي ممكن يكون من مثالب مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ هو اكتر حاجه بتؤخذ على مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره ديت، يمكن مش في استخدام الاشاعات او في استخدام الوسيله نفسها قد ما في الحقيقه قد يكون اساءه استخدام الديمقراطيه بين الناس وبعضها الاصدقاء نفسهم. هما بيضروا نفسهم قبل ما حتى بيضروا المرشحين اللي بيمثلوهم او بيتحمسوا له، لانه بيفقدوا اصدقاء. يعني اللي وصل ان العلاقات الانسانيه اللي موجوده لما يعني ابتدوا يتعاملوا في العالم التخيلي الاختلاف في وجهات النظر بقى حاد جدا، والتعبير فيه بقى تعبير هما متخيلينه بسيط بس بيطلع عنيف، فالاصدقاء بيبعدوا عن بعض وبيفقدوا التواصل بتاعهم. دي اهم نقطه. النقطه الثانيه هي فكره توصيل اشاعات قد لا تكون لها اساس من الصحه وتسبب نتائج للاسف مضره، وفي الاخر لما بيثبت عدم صحتها ده بيقلل من مصداقيه المرشح نفسه اللي هم نفسهم بيدعموا، ودي يمكن من اكبر المشكلات انه من كتر سهوله الاداه وتحمس المستخدم بيسيء استخدامها فبيضر في اوقات كتيره الشخص اللي بيهتم بيه. حضرتك ليك اكونت على الفيسبوك؟ ليك اكونت على الفيسبوك. نعم. طيب لما نقول احنا قلنا الفئه العمريه ما بين 16 ل 24 اكتر ناس، 51% من مستخدمين مصر
على الفيسبوك في الفئه العمريه من 16 ل 24. طيب اكيد يعني حد زي حضرتك او الناس الكبيره اللي هي ناضجه ليها اكيد استخداماتهم بتختلف، يعني مش هيبقى مجرد شاتنج او كده بس على الفيسبوك، صح؟ ايه الاستخدامات ممكن نقول الـ الـ الكويسه بالظبط؟ ايوه الايجابيه. هو الاستخدامات الايجابيه، الفيسبوك هي زي ما قلنا هي اداه ممتازه، هي قماشه حلوه جدا ممكن نعمل بيها حاجات كتير. من الاستخدامات الايجابيه ان يتعمل مجموعات عمل في مجالات مختلفه. احنا في جمعيه اتصال مثلا اللي هي بتشرف على شركات كتيره في مجال نظم معلومات الاتصالات، عاملين مجموعه باسم الجمعيه وبنعمل نشاطات الجمعيه بنعلنها خلال المجموعه ديت وبنبلغ الناس بيها وبنتناقش على المواضيع الخاصه بالانشطه اللي في مجال الصناعه بتاعتنا. وما بنيجي ندعو ناس لمثلا ندوه او مؤتمر بندعوه من خلالها. الحقيقه هي اداه رائعه لو استخدمت ايجابيا لانشطه ايجابيه بتتم ما بين الناس وبعضها. زي ما بالظبط بنقول لو جوه النادي بقى في اسر بتعمل انشطه ايجابيه، بتعمل خدمات، بتعمل من الصفحات مثلا اللي مشهوره جدا برضو صفحه عمرو خالد مثلا. تمام. وصفحه عمرو خالد هي صفحه في الاساس نشاطها اجتماعي صرف مش نشاط سياسي، بتوصل الانشطه المختلفه لعمرو خالد اللي موجود. في صفحات مثلا فانز لعمرو دياب لتامر حسني. تمام. كل ما كانت الصفحه بتتعامل باستخدام الوسيله بتاعت نشر معلومه سليم، الدعوه لنشاطات ايجابيه، كل ما كان ده طبعا جيد جدا. التوخي بس الدقه في المعلومه اللي بيتم توصيلها هي دي اكبر مشكله. طب الغالب من وجهه نظرك يا استاذ حسام، الغالب على التعاملات في الفيسبوك ايه؟ الايجابي ولا السلبي دلوقتي؟ التحمس، الحماسه، هي يعني هو انا ما عنديش احصائيه واضحه تقول. لا بس بيبقى واضح يعني وانت حضرتك بتدخل. هو حاليا طبعا احنا المنطق بيقول انه احنا في تجربه ديمقراطيه وليده، وانه احنا في فتره كمان ما كانش في، ما بقاش بقى كمان مرشحين كتير، بقى بس 2 مرشحين على طرفي الانتخابات. فالطبيعي انه الحماسه الزايده لمتحمسين لمرشح بتغلبهم، فبيبقى الاساس هو هدم في الطرف الثاني. فكره الهدم من ناحيتين دي هي الفكره الخاطئه، لان هو في الاخر احنا كلنا عاوزين نبني مصر في سفينه واحده. تمام. بالظبط. فلو بالزبط. الناس بقى توجه، يعني انا كنت اتمنى انه يبان اكتر من كل متحمس لمرشح ميزات وتصرفات وبرامج المرشح بتاعه. تمام. للاسف ده مش موجود كفايه. اللي موجود اكتر هو غلط في ايه، هو وحش في ايه، هو مختلف في ايه، وده يعني يا ريت لو يتغير ده. يعني احنا نتمنى ان الناس، انا نفسي الاقي زمايلي اللي موجودين على الفيسبوك بيكلموني اكتر عن المرشح ده او المرشح ده بايجابيه اكتر. طيب انا قبل ما اختم بس فضل. سؤال في اقل من دقيقه، انا عملت اكونت على الفيسبوك وعايز اشيله مش عاجبني، اعمل ايه؟ هتطلبي انه يتشال من السيتنجز، بتدخلي على السيتنجز اكونت سيتنجز وبتطلبي انك تلغي الاكونت. بس برضو اكد لك للاسف انه حتى ما تلغي الاكونت معلوماتك اللي لو حطيتي صور، لو حطيتي افلام، بتفضل تحت حق كامل لاصحاب الموقع، ودي هي خطوره الموضوع. فيعني نصيحتنا مبدئيا انه وعشان كده برضو خطوره اللي قاله السيد المستشار، لو حد بيغلط فمن السهل الرجوع دايما على المعلومه اللي استخدمها، لان المعلومه ما بتتمسحش، بتتمسح عندنا احنا، بتبان لنا انها ممسوحه، لكن الصور المعلومات المقروءه والمرئيه بتفضل موجوده ومحتفظ بيها عند اصحاب الموقع. تمام. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس حسام الجمل، رئيس شبكه البرمجيات والاتصال بجمعيه الاتصال. بشكر حضرتك جدا وصباح الخير ويوم سعيد ان شاء الله. وتابعونا مشاهدينا الكرام حتى العاشره.